أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرم الصلاة، أرم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله. كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل الصلاة والسلام. حتى لقيت قريش شدة عظيمة، فعند ذلك فزعوا فزعا عظيما، والتجوا إلى جبل أبي قبيس وهو يرتجج ويضطرب اضطرابا شديدا. فعندها قال أبو طالب: ظهرت دلائل نوري، فتزلزلت أرض البسيطة بسبعة الأيام، وهوت حصون الكفر عند ظهوري، وبسيفه قويت يد الإسلام. وأتاهم أمر عظيم فادح من بأسه، تتساقط الأصنام. صلى عليه الله خلا في الورى ما نرى في الآفاق الرغمام. قال: فلما رأت قريش ما خوفا وفزعا
أن تطيعوا وتشهدوا له بالإمامة الحقيقية والخلافة المرضية، وإلا لم تسكنوا من البلاء وتذوقوا فراق الدنيا. فعند هذه من دلائل ظهوري فقالوا: يا أبا طالب، إنا نقول بقولك ولا نخالف لك أمرا ونعتبر صحبة ما نقلت به. فعند ذلك نام أبو طالب ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك وأستعين بك وبحولك وقوتك وبعظمتك وبجلالك وبحق المحمودة المحمودة والعلية العليا العلية وبحق فاطمة التقية الرضية لا تفضلت على سكان حرمك وجيران بيتك بالرافة والرحمة. قال: فلما كان في تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثه، وإذا بفاطمة قد أتاها أمر الله تعالى وسمعت قائلا يقول: يا فاطمة عليك بالبيت الحرام. ثم إن فاطمة تأن مخاطوة تأنا يأتي النساء عند الولادة. فقال أبو طالب: فقرأت علي الأسماء التي في النجاة فسكن عنها بإذن الله تعالى. فقالت: لا. فقلت: لا، لما أتيك بالنسوة من قومك وبنات عمك ليعينك على أمرك. فقال: الرأي رأيك. فأرسل إلى نساء بني هاشم، فلما حضرت النسوة سمعوا هاتفا من وراء البيت وهو يقول: لي يا أبا طالب، رد النسوة عنا فإنه طائر مولود طائر مطائر لا تمسه إلا أيدي طائرة. فلم يستتم كلام الهاتف إلا وقد قد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نمسوا عنا فخرجنا من البيت، وخرجت فاطمة من بيتها وقصدت البيت الحرام ووقفت بإزاي وقد أزعج الطلب ورمقت بطربها نحو السماء وقالت: يا رب، إني مؤمنة بك وكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته مثل ما جاء محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، وإني مؤمنة بجميع أنبيائك ورسلك ومصدقة بكلام رسولك محمد صلى الله عليه وآله وكلام جدي إبراهيم خليلك، وقد بنى بيتك العتيق، وأسألك بحق هذا البيت ومن بنى وبحق نبيك وصفيك محمد وبحق هذا الجنين الذي آنسني بتسبيحه وتهليله وتكبيره، وإني مؤمن بأنه وليا من أوليائه إلا يسرت علي ولادتي. ثم قالت: أسألك يا ربي يا رحمن ترحمني يا كاشف الضر والأسى والمحني، يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا رب العباد ويا ذي الجود والفضل والإحسان والمنن. فأجاب هاتف يقول: البيت الحرام وتساقطت الأنوار عن وجهها
وزج جبريل عليه السلام في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زج جبريل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى. قال أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وردنا أن نفتح الباب لنصل إليها بعض نسائنا فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله فرجعنا إلى منازلنا فقالت فاطمة فلما دخلت الكعبة شرف الله تعالى جلست على المقامة الحماسة وقد كشف الله عن بصري ورأيت جبريل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة وضرب على الكعبة انفست من وانفع من النور بين السماء والأرض ثم صعد إلى السماء ومعه جبريل وميكائيل وكثيرا من الملائكة وطاروا بالبيت الحرام ثم أقبلوا علي I'm gonna die.